أجول يا ياسر أجول. مشرق الأنوار مجد السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عز في الأوطان أجول الفاصل للعلا عنوان من أكل جنان ذكرى كل لسان بروحي بالجسد هب فتاة نبت نداء في فمي وفي دمي هوى قطرا ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نوصل الدنيا أننا نحيا بالشعار الله الوطن الملك دائما بالشعار الله الوطن الملك بسم الله وبسم الله بسم الله وبسم الله وبسم الحق وبسم الحق وبسم الحق وبسم الحق وبسم الواحد القهار وبسم الواحد القهار وحق اللي نختار وحق اللي نختار اسمع اسمع يا ملك اسمع اسمع يا ملك اسمع اسمع يا ملك اسمع يا ملك ورا شعبك وكيبغيك ورا شعبك وكيبغيك ويا عامر المؤمنين ويا عامر المؤمنين ويا نصر المظلومين ويا نصر المظلومين ويا رئيس ويا مسؤول ويا رئيس ويا مسؤول ويا نائب ويا مسؤول ويا نائب حنا ما وصلناش لهذا الشيء ولينا دابا كنطالبوا غير بتفعيل الشكايات ولينا طالبوا كنطالبوا بفتح تحقيق في هذه الشكايات هذه هذا حق دستوري الا كنا حنايا كناضلوا حق دستوري عطاه لي المشرع الا كنت انا كنحتج لانه كنت متفعيل الشكايات ديالنا ما كناش غادي نحتجوا ما كناش غادي ناخذوا طريق الصحافه ما كناش غادي نوقفوا وغادي نناضلوا حنا رزقنا مشى لينا هذاك السيد دالينا الجمال بما حمل دالينا رزقنا ودابا حتى حقوقنا كمواطنين حتى حقي في المواطنه راه هو كيمشي راه ولكن الاحتجاجات عطات الثمار ديالها ولا معلوم هما كيقول لك اودي هو اخر مره سجينا قال لك تم تفعيل الشكايات تفعيل الشكايات كيفاش تفعلوا شناها في المحاكم المغربيه في السيستم ديال المحاكم شنا بان الشكايات ديالنا من ديال 2019 و 2020 الحمد لله هو ان دخلت عند قضيه التحقيق ولكن جوج كامتنا هاد الشكايات كانوا ما عرفناهمش فين كانوا هاد الشكايات كانوا راه الصراحه اللي كيتفاعلوا شمن عام كانوا تحطوا راه 2019 2020 يلا تفعلوا يلا تفعلوا ملي تفعلوا فين مشاو شي شكايه كتقبل 4 سنين اللهم ان هذا مركب ومنين مشينا دابا كيقول لك تفعيلات ها هي تفعيلات فين مشات مشات من مكتب لمكتب حنا بغينا نعرفوا دابا المكتب الثاني ديال قضيه التحقيق بغينا نعرفوا واش تم واش كونفوكاو هادوك المشتكى بهم ولا لا لان الا كانت انا بالنسبه ليا كمواطنه كنقول الا كانت الشكايات تقبر فهي ما كتزيد الا قوه وجبروت المافيا العقار هادوك الناس كون خادوا كل محكمه فتحت تحقيق والقانون خاد المجرى ديالو ما كناش غادي نوصلوا المال ديالنا غادي يكون هنا دائما في الشمس لان مافيا العقار من هي كتشد الشكايات ديال المواطنين وكتقبرهم وكدير معلوم كاين تواطؤ وكاين تستر على المجرمين هادوك شنو دابا ولا كيديروا لينا عاش الملك عاش الملك لان صراحه كون فتحوا لي انا تحقيق وفتحوا لهاد المتضررين تحقيق في الشكايه ديال 17 واحد ما كانش هذاك السيد غادي يمشي جنحه كان غادي يمشي لجنايات كان تكوين مافيا العقار كبيره اشنو الفرق ما بين الملف ديالنا والملف ديال باب دارنا ما كاينش فرق ما كاينش فرق نفس المعطيات نفس الوقائع الاجراميه نفس السلوك الاجرامي ولكن الملف ديالنا خد منحه والملف ديالهم خد منحه اخر حنا الا كنا كنحطوا شكايات كنا كنطالبوا بانهم نعرفوا الفلوس ديالنا فين مشات درنا الشكايه ديال تبييض الاموال بغينا نعرفوا هادوك الشركات اللي دات لنا رزقنا واخا شوف غنرجعوا للموضوع شنو هي المطالب اليوم ديالكم بحال الحال الشكايات حنا بغينا تفعيل الشكايات بغينا قاضي التحقيق ياخذ تفعيلات ولكن هما كيقولوا تفعيلات تفعيلات ولكن بالنسبه لينا حنا راه تهجمنا راه دابا جوج سيمانات
جوج سيمانات راه ما عيطش علينا هنا وما عيطش على الاخرين، والاخرين ملي كيقول لك شي كيا مشات عند قاضي التحقيق اشنو داروا؟ راه ولاو كيهزوا كيحطوا لينا هنا لي فيديو ديالنا اللي حنا كنناضلوا بهم، حطوهم داروا صفحات فيسبوكيه، ولينا كنتعرضوا للتهديد، ولينا كنتعرضوا للاعراض ديالنا، ولاو كيمشيو لينا لولادنا، ولاو كيمشيو لينا، ولاو عندنا مشاكل خاصه تزادت. راه كون كان القضاء، حنا اش كنطالبوا؟ كنقولوا القضاء ياخذ لينا حقنا، وكنقولوا بان خاص فتح تحقيق باول، خاص فتح تحقيق لو بلو تو بوسيبل، هذا هو المطلب. حنا هذا القانون بغينا غير القانون ياخذ المجرى ديالو ويعطينا حقنا، الا عندنا شي حق يعطيه لينا.